تمام. فانت قدامك حاجة من اتنين، انت قدامك حاجة من اتنين. الحاجة الاولانية هو في يا شباب حد بدأ يعمل ريكوردنج، ما عنديش مشكلة، بس خليه بقى يعمل ريكوردنج لغاية اخر الميتنج، يعني محدش يعمل ريكوردنج غيره. يعني القصد دلوقتي انا بقول لك انا معايا PDF هنزله لك في اخر، اول ما اخلص السكشن. فانت قدامك حاجه من اتنين، يا اما انك هتكتب ورايا بس ملاحظات هتبقى تزودها على PDF اللي انت مثلا هتذاكر منه السكشن، يا اما انك هتمشي بالطريقه التقليديه خالص ان انت هتكتب ورايا السكشن بتاعك بخط ايدك، الاريح لك. انا كده كده هبقى ماشي معاك بالراحه سلايد سلايد. عايز تكتب ورايا السكشن كله اكتبه، عايز تطبع PDF وتذاكر منه بس تزود فيه ملاحظات اللي انا ممكن ازودها، يعني اتس اب تو يو، انت بقى اللي يريحك. تمام. النقطة اللي بعد كده نقطة الريكوردنج دي طبعا انا هسمح بيها مفيش مشكلة، بس انا عندي تقريبا معلومة مش عارف صح ولا غلط، يمكن انتوا جربتوا في محاضرات قبل كده، ان الريكوردنج على المايكروسوفت تيمز بيقعد 20 يوم بس. وبصفة عامة انا بنصح بوجه عام ان انت تسمع الفيديو لايف طبعا علشان يبقى فيه تفاعل مباشر ما بيني وما بينك. الحاجة التانية علشان ما تراكمش على نفسك الفيديوهات، لو قعدت ايه تقول لنفسك انا هسمع الفيديو ده ما هو متسجل، وقعدت تراكم على نفسك فيديوهات ما بتسمعهاش لايف، هتلاقي نفسك على اخر الاسبوع كذا مادة ما سمعتش السكشن بتاعتها، اسبوع في التاني في التالت هتلاقي عندك كم من الفيديوهات عايز تسمعه. نقطة برضو التسجيل دي أنا عايز بس زي ما أنا قلت لكم، هو واحد أنا كنت هتفق معاكم إن أنا اللي هسجل، بس مفيش مشكلة عشان في حد بدأ يسجل، فهو واحد يسجل اللقاء كله من أوله لآخره. تمام. دي النقطة. باشمهندس تمام. باشمهندس بعد اتفضل. بعد إذنك احنا ممكن السيشن بعد ما نسجله او في إمكانية يعني ننزله على المنصة وكده ما عنديش مشكلة، بس جروب على تقفل. الدرايف. ماشي ماشي، مفيش أي مشكلة، أنا ما عنديش أي مانع، بس طيب الفكرة زي ما بقول لك نظموا ما بينكم وما بين بعض إن حد واحد اللي يسجل. أنا معلوماتي إن لو أكتر من حد بيسجل بتبوظوا تسجيلات بعض كده وتبقى مقطعة وكلام من ده. لا إن شاء الله أنا اللي هسجل، هبقى أنا المسؤول عن التسجيل. خلاص مفيش مشكلة. شوف. موضوع بقى الغياب والشتات ده موضوع أنا يعني مش همسك فيه خالص. انا مش هاخد غياب النهارده مبدئيا، الغياب انا هبدا اخده مثلا من السكشن الجاي، وهيتاخد مثلا انا في نص السكشن ولا حاجه هبدا انادي على الاسماء واللي يرد عليه ياخد غيابه، يعني طريقه تقليديه جدا يعني. وانا يا جماعه مرن جدا في القصه دي، يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان حد يجي يستاذني يقول لي انا عندي ظرف انا ما اعرفش ايه يعني، بس احنا بقى بنتعامل بامانه مع بعض، يعني انا هتعلم وهنتعامل مع بعض طول الترم ده بامانه في الغياب والشتات، اي حاجه ليها علاقه بالدرجات او الشغل اللي انا بعمله لك او اللي انا ادائي معاك في السكشن، كل ده يعني انا وانتو بنتعاهد مع بعض ان احنا نبقى يعني بنتقي ربنا مع بعض. ففي حته الغياب انت مثلا حصل عندك ظرف في السكشن مش قادر تيجي مش قادر تسمعه لايف، ما فيش عندي اي مشكله، عرفني بس انت مش هتقدر تيجي واسمع اللايف او اسمع التسجيل اللي انت هتسجله ومفيش مشكله، يعني السكشن ده ممكن اديك غيابه مفيش مشكله، بس اسالك مثلا في التسجيل اللي انت سمعته اقول اسالك سؤال فيه ولا حاجه بحيث اتاكد ان انت سمعت التسجيل على الاقل. يعني برضه بالنسبه لموضوع الشتات، ماده تصميم الاساسي التاكيد مجرب من الترم اللي فات اصلا الماده شتاتها كتير، ف انا بتضايق قوي من حته نقل الشتات دي، فبرضه انا ما عنديش مشكله خالص لما اطلب منك شيت او اطلب منك مسالتين ثلاثه تحلهم، يعني انا بقول يا رب ما اعرفش انت نقلت شيت، اصل انت لو نقلت شيت بالنسبه لي الحركه دي انا بتضايق منها لان هي غلط، انت بتظلم نفسك وبتظلم زمايلك، يعني بتظلم نفسك قبل ما تظلم زمايلك لان انت كده ما بتتعلمش كويس. فانا ما عنديش مشكله برضو، عندك ظرف ما قدرتش تحل الشيت وما قدرتش تسلمه في الديدلاين مثلا احنا محددينه، تعالى قول لي مفيش مشكله، همدي لك مثلا فتره معينه بحيث ان انت تحل الشيت وتجيبه. فانا مرن جدا في الموضوع ده، بس الموضوع يبقى فيه صراحه، بس ما يبقاش فيه حد يحاول يضحك عليا ولا انا هحاول اضحك عليك يعني،
بس دي بس معظم الكلام اللي انا حبيت انقله في الاول. اخر حاجه بقى، يعني انا خلاص انا هبدا في البرزنتيشن. طبعا انا عارف ان اول سيكشن طبيعي ان بيبقى العدد قليل كده، لان في ناس بتبقى واخده قرار اصلا اول اسبوع ده ما بتحضروش، يعني خصوصا سنه رابعه اصلا دي بتبقى خلاص، يعني الواحد بيعتبر نفسه كبر على الكليه. يعني انا كنت كده السنه فاتت، يعني مش ما بنقلش كلام يعني مستغرب. الحاجة الأخيرة بقى، يعني أنا عايز الجميع ينوي كده نية حسنة إن هو بيتعلم العلم ده علشان يفيد الناس وعلشان يؤجر عليه أجر حسن، ونسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنا كده هبدأ فهمي رسمي نظمي، يعني نقول بسم الله. هعمل شير دلوقتي، ثانية واحدة. كده اتعمل شير يا شباب صح؟ ايوه يا اه تمام يا اسلام. تمام جدا ماشي. طيب ده سيكشن رقم واحد في رابعة مدني عام، تصميم الأساسات. السيكشن دوت هو على شيت المراجعة، ريفيجن شيت. ده أول شيت المفروض ينزل لك، يا إما لو ما نزلكش هنزله لك مفيش مشكلة. ايه هي محتويات الشيت ده وايه هي محتويات السكشن؟ احنا هنعمل مراجعة عامة كده على 3 مواضيع النهاردة. الموضوع الاولاني موضوع اسمه البيرنج كاباسيتي اوف سويلز، او بالعربي قدرة تحمل التربة. الموضوع التاني هنعمل مراجعة عامة على موضوع البايل كاب، هنصمم بايل كاب هامة الخوازيق، هامة سداسية. والموضوع التالت موضوع اسمه البرميابيليتي اوف سويل اللي هو النفاذية، ده الموضوع التالت برضو اللي احنا هندي فكرة عنه النهاردة. تمام، يبقى السكشن النهاردة ان شاء الله هنراجع على ال3 مواضيع دول. ايه بقى المنهج بتاع سنة رابعة؟ منهج سنة رابعة بالمناسبة هو المقرر 125 درجة، الفاينل عليه 75، وعندك 50 درجة. 50 درجة دي متقسمة 25 درجة شفوي، انت عندك شفوي الترم ده في الأساسات، وال25 درجة التانية أعمال إيه؟ أعمال فصل. ب 75 فاينل، 25 شفوي، 25 أعمال الفصل. طيب المنهج مواضيعه كتير، أنا بس هسرده معاك كده بالراحة أو بصورة، يعني مش بالراحة مش بالتفصيل، يعني هقول لك بس عناوين أو رؤوس المواضيع بحيث برضو يبقى عندك خلفية من الأول. المفروض إن لو كان دكتور أشرف اللي دخل لكم كنت هتبدأوا بالمواضيع دي، بس أنا عارف إن الدكتور مصطفى هو اللي دخل لكم، فمبدئيا المواضيع ديت مواضيع ايه الدكتور اشرف نظير، مش مواضيع الدكتور مصطفى. دكتور اشرف بيدي موضوع اسمه شيت بايلز وموضوع اسمه بريزد كاتس، دي انظمه من انظمه سند التربه. ودكتور اشرف برضو بيدي موضوع تالت القيسونات كيزونز، ممكن تبقوا خدتوا عنها فكره بسيطه قوي المنهج الترم اللي فات، ان هي نوع من انواع الاساسات العميقه، لكن هتلاقيك ما خدتش فيها اي حاجه اكتر من كده. بعد كده الديوترينج، ده المفروض ان الموضوع اللي انتوا بدأتوه مع الدكتور مصطفى. وبعد كده هتاخدوا خوازيق سند الجار، ليكوا خدتوا عنها فكرة لو انتوا نزلتوا تنفيذ وعملي وكلام من ده، الخوازيق اللي بتتعمل عشان تسند بيها الجار، تعرف بتتعمل امتى وتتعمل ازاي والقصة دي. بعد كده تأثير الأحمال العرضية على الأساسات السطحية والعميقة، هتبدأ تدخل بقى تأثير أحمال الرياح والزلازل على اللبشة بتاعتك، أو لو أنت أساسات عميقة لبشة على خوازيق. بعد كده laterally loaded vertical piles، طب الخازوق بتاعك أنت السنة اللي فاتت أو الترم اللي فات حسبت إزاي تحسب قدرة تحمله رأسي، الخازوق ده يقدر يشيل حمل قد إيه رأسي؟ طيب لو الخازوق عليه حمل أفقي، لو هو laterally loaded اللي هو متحمل أفقي يقدر يشيل حمل قد ايه؟ ده موضوع ايه رقم 7. الموضوع رقم 8 البروبلماتيك سويلز، الناس اللي دخلوا تحسين تربة هتلاقيهم عندهم فكرة عن الموضوع دوت، لأن الموضوع دوت بيناقش معاك الدكتور مصطفى التربة ذات المشاكل. تمام؟ معايا شباب كده؟ باشمهندس بعد إذنك، في ناس داخلة فقبل الطلبة، في ناس داخلة ايه؟ مش عارف
في ناس بتقول لي اقبل الطلبات. اقبل الطلبات. طب واقبل الطلبات دي المفروض ان انا عشان هما معانا في السكشن وما دخلوش لسه. طيب حاضر ماشي قبلنا الطلبات وفي ثلاثة فعلا ما كانوش معانا بقى قبلتهم، هما دول معانا في السكشن بس ما كانوش في الجروب صح؟ دول معانا في السكشن. خلاص تمام ماشي، راجي وسمير ورائد. طيب نرجع تاني، معايا كده يا شباب؟ ايوه معايا يا باشمهندس. تمام. طيب ده كده بالنسبة للكونتنتس أو المحتويات السكشن، وبالنسبة للمنهج العام لمنهج سنة رابعة. تعالى بقى نبدأ في أول موضوع ألا وهو البيرنج كاباسيتي أوف سويلز أو قدرة تحمل التربة. الأساسات المفروض إن أنت تبقى عارف كويس إيه الوظيفة بتاعتها. الأساس دوت المفروض إن هو الجزء السفلي من المنشأ اللي بيستلم أحمال المنشأ. أحمال المنشأ ديت اللي بتتنقل من خلال الأعمدة والحوائط الخرسانية، تاخد الأحمال ديت تنقلها للتربة بأمان. يعني إيه بقى بأمان؟ قال لك المفروض دلوقتي إن أنت العمود جاي عليه حمل رأسي. الحمل الرأسي على المساحة بيديك ستريس. التربة بتقدر تتحمل قيمة معينة من الاستريس، بتقدر تتحمل قيمة معينة من الإجهاد. فوظيفة الأساسات إن هي بتقلل الإجهادات ديت اللي جاية من العمود لقيمة صغيرة معقولة مقبولة بالنسبة للترب، عن طريق إن أنت بتختار أبعاد للقاعدة أكبر من أبعاد العمود وبتبقى متصممة، اللي هي المعادلة المعروفة جدا إن أنت بتقول إن الأريا أوف فوتنج بتساوي البي كولمن على الكيو اللو. يبقى أنا دلوقتي الأساسات دي وظيفتها إن هي بتنقل الأحمال من المنشأ للتربة بأمان. إزاي؟ إن هي بتقلل الإجهادات لقيم مقبولة بالنسبة للتربة. طيب برضو السؤال، يعني قيم مقبولة بالنسبة للتربة كام يعني؟ يعني أنا هقلل الإجهادات مفيش مشكلة، بس إيه هي القيمة المقبولة بالنسبة للتربة؟ هي بقى البيرنج كاباسيتي أوف سويل ديت هي القيمة المقبولة. دي قدرة تحمل التربة، قدرة تحمل التربة اللي هو الإجهاد اللي أنا ما ينفعش أعلى عنه، لأن أنا لو زدت عنه التربة هيحصل فيها انهيار قص. يبقى دي أول جزئية كده، يعني إيه أصلاً قدرة تحمل التربة واللي مرتبط ارتباط مباشر بوظيفة الأساسات أصلاً. طيب المفروض إن في طرق كتير جداً لحساب قدرة تحمل التربة دي. عندنا طرق واختبارات حقلية، وعندنا معادلات، وعندنا أبحاث، وعندنا علماء مشهورين، ومعدل الترزاجي وإلخ وكلام كتير جداً. أنا لا يعنيني في القصة دي غير معادلة الكود المصري اللي احنا شغالين بيه. المعادلة المشهورة اللي المفروض انت هتلاقيك حافظها اصلا زي اسمك من كتر ما انت احتكيت بيها، ان انت لو عاوز تحسب قدرة تحمل التربة بتقول ان Q ultimate بيساوي C N C لاندا C زائد Q N Q لاندا Q زائد جاما ستار B N جاما لاندا جاما. فاجي بقى افكرك كل ترم من ده معناه ايه. اول حاجه كده السي، السي ده الكوهيشن. لو انت عندك تربه طينيه هيبقى ليها سي اللي هو الكوهيشن، بتحطه في مكانه في المعادله. طب وده معناه ايه؟ ده معناه ان انت التربه بتاعتك لو كانت رمل مثالي، يعني رمل فاي سويل بس ما فيهاش سي، ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي الترم ده مش موجود. دي ملحوظه بس حبيت اقولها لك. يبقى سي ان سي لاندا سي
السي ده التماسك، لو التربه بتاعتك رمل بس اكيد الترم ده هيصفر. تمام. طيب ايه تاني؟ تاني حاجه الكيو، الكيو اللي هو الترم ده، الكيو ده الافكتيف فيرتيكال ستريس او الاجهاد الراسي الفعال حتى منسوب التاسيس. يعني ايه حتى منسوب التاسيس؟ يعني انت مثلا المفروض ان انت عندك القاعده بالشكل ده، فالمفروض ان انت هتحسب الكيو اللي هو الافكت فيرتيكال ستريس لغايه منسوب التاسيس، لغايه النقطه دي، ده منسوب التاسيس بتاعك، ده بالنسبه للكيو. طيب بالنسبه للجاما ستار، الجاما ستار دي وزن وحده الحجوم، يونت ويت، بس اخدها فين؟ قال لك برضه تاخدها اسفل منسوب التاسيس، يعني تشوف التربه اللي الاساس مرتكز عليها، اللي هي التربه دي، التربة ده اهي، مش التربة اللي فوق، لا التربة دي، وتشوف الجامة بتاعتها بكام. احنا مسمينا هنا جامة ستار، يبقى ده وزن وحدة الحجوم للتربة اللي ايه، اللي بيرتكز عليها الأساس. جميل جدا. طب النقطة اللي بعدها بي، بي ده عرض الأساس، المفروض إن أنت الأساس بتاعك لو قاعدة مثلا ايزوليتد ال في بي، طول في عرض البي ده اللي هو عرض الاساس، اللي هو العرض ده من هنا لغايه هنا. النقطه اللي بعد كده الان سي والان كيو والان جاما، بالعربي معاملات قدره تحمل التربه، وبقول لك برضو بالانجليزي بيرنج كاباسيتي فاكتورز. الثلاث معاملات دول يعني اسمهم اتاخد بيرنج كاباسيتي فاكتورز، لان انت مش هتلاقيهم غير في معادله قدره التحمل، هم بتوع قدرة التحمل. المعاملات دي هتجيبها منين؟ قال لك انت لغاية دلوقتي تلاحظ ان انا دخلت السي في المعادلة اهو، يعني دخلت تأثير التربة الطينية، التربة سي سويل طين او طن. طب لو انا عندي التربة بتاعتي كانت تربة غير متماسكة زي رمل او زلط، يعني عندها فاي، عندها internal angle of friction، زاوية احتكاك داخلي، فين الفاي في المعادلة؟ مش موجودة. قال لك بس احنا نجيب الفاي دي، ندخل جداول موجودة في الكود المصري، نشوف قيمة الفاي بكام، نشوف قيمة الفاي بكام مثلا 15، وادخل اجيب منها ال ان سي وال ان كيو وال ان جام. يبقى هي دي معاملات قدرة تحمل التربة، بجيبها على حسب الفاي بجداول من الكود المصري. طيب ايه تاني؟ قال لك في كمان معاملات في المعادله اللي هي اللاندا سي واللاندا كيو واللاندا جام. الكود المصري لقى العلماء ولقى الابحاث عمالين يتخانقوا وعمالين يرغوا في قصه شكل الاساس، هو قدره تحمل التربه للقاعده الايزوليتد المربعه هتبقى هي هيها للقاعده الايزوليتد المستطيله؟ طب هتبقى هي هياها للقاعدة الشريطية؟ فعشان يفض الخلاف قام حاطط لك ثلاث معاملات كمان، اللي هو اللاندا سي واللاندا كيو واللاندا جاما، ياخدوا تأثير شكل الأساس، بنسميهم شيب فاكتورز، شيب فاكتور، معامل شكل. طيب معامل الشكل ده تجيبه ازاي؟ برضه موجود في جداول بس هو بسيط، ده انت ممكن تحفظه. أول حاجة بيقول لك لو القاعدة بتاعتك قاعدة شريطية، يعني ايه قاعدة شرطية؟ افكرك، القاعدة الشرطية دي تعرفها، هي قاعدة عليها تلات اعمدة فاكثر بس على خط واحد، شريط من القاعدة، قاعدة طويلة عليها اعمدة كتير، تلاتة فاكثر بس على خط واحد، لان لو ما بقاش على خط واحد بقت لبشة. فالقاعدة ديت اللاندا سي واللاندا كيو بتاعتهم بواحد واللاندا جاما بواحد. طب لو القاعدة بتاعتك ايزوليتد واخد شكل مستطيل ليها ال وبي طول وعرض، اللاندا سي واللاندا كيو هيساووا بعض، هيساووا واحد زائد تلاتة من عشرة بي على ال. طب اللاندا جاما واحد ناقص تلاتة من عشرة بي على ال. جميل. طب لو القاعدة بتاعتك بقى مربعة او دائرية، المربع، القاعدة المربعة دي أصلا ما هي إلا حالة خاصة من المستطيل،
لو عوضت في المعادلة اللي فوق ديت ال L بيساوي ال B، هتلاقي 1 زائد 3 من 10 في 1 يعني 1 و3 من 10. يعني ال L لو B بيساوي بعض هيطيروا بعض. وبالتالي القاعدة المربعة أو الدائرية لما تعوض في المعادلة دي لأنها حالة خاصة من المستطيل، هتلاقي إن اللاندا كيو واللاندا سي بقت 1.3 من 10، واللاندا جاما 1 ناقص 3 من 10 يبقى 7 من 10. تمام؟ لو حد عنده أي مشكلة خلال الشرح يوقفني عادي ويسأل، مفيش مشكلة يعني. يبقى إحنا دلوقتي نقول اتفضل. بعد إذنك، وفي برضه واحدة عايزة تخش، في باشمهندس عايزة تخش، مفيش طلب. مشكلة. ثانية واحدة. تمام. احنا وصلنا هنا، كنا خلصنا السلايد دي خلاص. فهمنا المعادلة بتتكون من ايه وعوض فيها ازاي. طيب فاكر الجدول ده؟ ده الجدول اللي موجود في الكود المصري اللي انا قلت لك بتدخل بدلالة زاوية الاحتكاك الداخلي اللي هي الفاي، بتجيب ال ان سي وال ان كيو وال ان جاما. طيب انا بس عايز اقول لك ملحوظة صغيرة، لو التربة بتاعتك كانت سي سويل، يعني تربة طينية مثالية. مثالية يعني ايه؟ يعني ما فيهاش غير سي، ما فيهاش فاي خالص. انا لسه بقول لك انت هتدخل الجدول بدلالة زاوية الاحتكاك الداخلي، مفيش زاوية أصلا، الزاوية بصفر. فقال لك خلاص مفيش مشكلة، الكود مديك خانة أهي للفايل بصفر، مفيش أي مشكلة. فهتدخل تلاقي إن ال N سي بخمسة و N كيو بواحد وال N جاما بصفر. فأقول لك بقى ملحوظة للزمن، لو التربة بتاعتك تربة طين بس، ال ان جاما هتلاقيها بصفر. تيجي تعوض في المعادلة هتلاقي ان الترم الجاما ستار في البي في ال ان جاما في اللاندا جاما ده اتشال بقى بصفر. ودكاترة الأساسات بيحبوا قوي الطالب لما يبقى فاهم ان لما تبقى التربة بتاعتك طين او طمي بس، ساعتها هتلاقي ان عرض الأساس اللي هو البي ده ما بيأثرش في الكيو التيمت، لان الترم ده كله اصلا هيصفر. لان هو المنطقي ان كل ما عرض الاساس ده بيزيد كل ما قدره تحمل التربه هتزيد، في علاقه هي طرديه، كل ما البي تزيد كل ما الترم ده يزيد وكل ما الكيو التيمت تزيد، ما عدا في الطين يا ريس. يقول لك في الطين اصلا الترم ده كله بيروح. فلو اتسالت مثلا سؤال من دكتور مثلا حب ايه يشوف يعني قوه ملاحظتك، وقال لك لو انا عندي تربه طينيه وعايز ازود قدره تحملها، هل اقدر ازود قدره تحملها بان انا ازود عرض الاساس بتاعي؟ اقول له لا، لان ساعتها اللندا او الان جاما دي بتبقى بصفر من جداول الكود المصري، فالترم ده كله بيصفر. يبقى انا قلت لك دلوقتي على ملحوظتين. الملحوظه الاولانيه، لو التربه بتاعتك تربه فاي سويل، تربه رمل مثاليه، ساعتها السي هتبقى بصفر فالترم ده اللي بيروح. لكن لو التربة بتاعتك سي سويل، تربة طين أو طمي مثالية، من الجدول الان جاما هتبقى بصفر فالترم ده اللي هيروح. مشكلة الترم ده بس لما يروح ان عرض الأساس ساعتها ما بيأثرش على حسابات قدرة تحمل الطن. تمام. في بقى موضوع كده اسمه تأثير المياه الجوفية على قدرة تحمل التربة. فاكر زمان في المعادلة كانت في حاجة اسمها الجاما ستار، كنت بقول لك إن الجاما ستار ديت تاخد الجاما ستار بتاعة الإيه؟ تاخد وزن وحدة الحجوم بتاعة التربة اللي بيرتكز عليها الأساس، التربة اللي هنا ده. طيب أنا عايز أعرف بس لما يبقى عندي مياه جوفية هتأثر إزاي على الحسابات؟
تعالى كده نبص مع بعض ايه اللي بيحصل، تعالى كده ندرس حالة حالة. انا عندي دلوقتي 5 حالات، 1 2 3 4 5. بالنسبة مثلا للحالة رقم 1 اسهلهم خالص، لو منسوب المياه الجوفية مع منسوب سطح الارض الطبيعية هنا، وعايز ادرس او احسب الاول الكيو. الكيو احنا قلنا تعريفها هو الاجهاد الرأسي الفعال عند منسوب التأسيس، يعني هنا اهو عايز ادرس الكيو لغاية هنا، عايز ادرس وزن عمود التربة من هنا لغاية هنا. سهلة يا باشمهندس جدا، ما انت عندك دلوقتي منسوب المياه هنا لما بتبقى تحت منسوب المياه الجوفية بتتعامل مع جاما سبميرجد، لو انت فوق منسوب المياه الجوفية بتتعامل مع الجاما ساتيوريتد. يبقى الكيو من هنا لهنا بكام؟ الكيو من هنا لهنا هتبقى عبارة عن جاما سبميرجد في الدبس والفاونديشن. تمام، سهلة جدا دي. طيب الجاما ستار بكام؟ بجاما سبميرجد، ما هي المية فوق خالص، فأي كثافة تحت المية هتبقى جاما سبميرجد. دي الحالة رقم 1، حالة بسيطة وسهلة جدا. طب تعالى على الحالة رقم 2، لو المية بقت هنا هل الجاما ستار هتتغير؟ لا، ما انا برضو الجاما ستار انا لسه تحت منسوب المياه الجوفيه، يبقى الجاما ستار برضو بجاما سبمرشد. طب بالنسبه للكيو قال لك لا، هنا بقى هتختلف شويه، بقى عندي دي 1 فوق منسوب المياه ودي 2 تحت منسوب المياه، يبقى الكيو هنا هتبقى عباره عن جاما ساتيوريتد في دي 1 زائد جاما سبمرشد في دي 2. تقول لي ايه يا عم طب اللي موجود في القوس دوت؟ اقول لك ما جاما سبميرجد هي جاما ساتيوريتد ناقص جاما اوتر. تمام، يبقى جاما ساتيوريتد في دي 1 زائد جاما سبميرجد في دي 2. طب الحاله الثالثه، لو منسوب المايه جه هنا بالنسبه للجاما ستار برضو مش هتتغير، لان برضو الجاما ستار لغايه دلوقتي هي تحت منسوب المايه، فهتبقى برضو جاما سبميرجد. طب بالنسبه للكيو، لما منسوب المياه يجي هنا بقت خلاص كل الارتفاع ده بقى جاما ساتيوريتد كده، فالكيو بقت جاما ساتيوريتد في الدبس والفاونديشن كله. تمام، دي كيس 1 وكيس 2 وكيس 3، المفروض ان هما الى حد ما سهلين جدا. تعالى بقى على كيس 4، هي اللي فيها بس الملحوظه صغيره، بس هي دي اطول ايه، اطول كيس. كيس رقم 4 بقى هتعمل فيها ايه؟ كيس رقم 4 ديت قال لك لازم الاول عشان اقول لك الكيس رقم 4 والكيس رقم 5 اعرفك ان في حاجه اسمها lower limit of zone of influence. ترجمها بقى بالعربي براحتك، عايز تترجمها يعني يعني حد منطقه التاثير ايا كان بقى. المهم lower limit of zone of influence ده قال لك بتاخده على عمق بي من منسوب التاسيس. يبقى انا بي ده اللي هو عرض الاساس اللي هو بي ده، يبقى انا هاجي من منسوب التاسيس وانزل مسافه بي واشد خط افقي اقول عليه هو اللور ليميت اوف زون اوف انفلونس. تمام، كيس رقم 4 بتقول لك لو منسوب المياه الجوفيه اللي هو ده وقع ما بين منسوب التاسيس واللور ليميت، يبقى انا دلوقتي منسوب المياه الجوفيه وقع ما بين ايه؟ وقع ما بين منسوب التاسيس واللور ليميت. قال لك ساعتها بالنسبه للكيو، الكيو سهله بقى خلاص، انت كده كده منسوب المياه هنا، فلو انت عاوز تحسب الكيو عند منسوب التاسيس هيبقى جاما ساتوريتد في الدبس فاونديشن برضو مش هتتغير زي الحاله اللي قبلها. لكن الجاما ستار بقى هنا بتتحسب ازاي؟ قال لك ده انت هنا المنطقه ديت اللي هي اللي عمقها بي ده اهي، في جزء كده من التربه فوق منسوب الميه المفروض ان هو جاما ساتوريشن او جاما ساتوريتد، وفي جزء تحت منسوب الميه المفروض ان انت تاخده جاما سبميرجد. فقال لك خلاص ناخدها متوسط، متوسط موزون. يعني ايه؟ يعني نقول ان الجاما ستار دي عباره عن جاما ساتوريتد في الارتفاع بتاعها او في العمق بتاعها اللي هو العمق ده، جاما ساتوريتد في العمق ده زائد جاما سبميرجد في العمق ده، وتقسم على الارتفاع الكلي اللي هو البي، متوسط موزون كل واحد مضروب في الارتفاع اللي هو بيخدمه،
يديك الجاما ستار. لو بسطت المعادلة دي بتاعت المتوسط الموزون بتديك ان الجاما ستار بيساوي جاما ساتيوريتد ناقص جاما ووتر في واحد ناقص دي على بي. لو عاوز تحفظ المعادلة دي، الطبيعي ان الجاما سبمرجد اصلا اللي هو الترم ده مثلا، جاما سبمرجد في الطبيعة اصلا ان هو بيبقى عبارة عن جاما سويل او جاما ساتيوريتد ناقص جاما ووتر من غير الترم ده. هي الفكرة بقى ان انا عايز اخد متوسط، يعني تخيل كده الجاما ساتيوريتد ب 17 كيلو نيوتن على المتر مكعب، يبقى الجاما سبمرجد 17 ناقص 10 يبقى 7 كيلو نيوتن على المتر مكعب، ده الجاما سبمرجد. الجاما ستار بقى في الحالة رقم 4 بتبقى متوسط بينهم، متوسط ما بين السبعة وال17، تحسبه من المعادلة دي. جاما ستار بيساوي جاما سويل ناقص جاما ووتر، بس مش جاما ووتر بس، لا جاما ووتر مضروبة في واحد ناقص دي على بي. طب ايه الدي ده؟ اهي البي نعرفها، عرض الاساس. الدي ده ايه؟ الدي ده هو عمق منسوب المياه الجوفية من منسوب التأسيس اللي هو الارتفاع ده. ده الدي، تمام. دي الحالة رقم 4، هي رخامتها بس في الجاما ستار دي، بس سهلة جدا على فكرة، يعني انت بس تفهمها وتبقى سهلة جدا. يبقى جاما ستار هي عبارة عن جاما ساتوريتد ناقص جاما ووتر، افتح قوس واحد ناقص دي على بي، حيث ان الدي لو انت عاوز تكتبها ورايا، حيث ان الدي هو منسوب او بعد منسوب المياه الجوفية عن منسوب التأسيس. اخر كيس، لو بقى المياه الجوفية بعدت قوي 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 قوي، يعني تحت خالص لدرجة ان هي نزلت تحت اللور ليميت اوف زون اوف انفلونس، الكيو خلاص امرها سهل، جاما ساتيوريتد في ديبس اوف فاونديشن. طيب والجاما ستار انت فوق المياه الجوفية، والمياه الجوفية بعيدة خالص، يبقى ساعتها الجاما ستار هتاخد قيمة الجاما ساتيوريتد كلها. تمام، اتمنى ان تكون الامور دي واضحة. لو حد عنده اي سؤال يسألني قبل ما ادخل على السلايد اللي بعدها. طيب تمام، تعالى بقى في شوية تعريفات كده مهمة قوي انك تبقى فاهمها كويس مش متلخبط ما بينها. اول تعريف الكيو التيمت، الالتيمت بيرنج كاباسيتي، دي يا باشمهندس اللي انا لسه حاسبها حالا من معادله الكود المصري، بس عايز افهمك هي معناها ايه. تلاقي التعريف النظري بيقول لك ايه؟ الجهد الاقصى الذي يمكن للتربه ان تتحمله عند منسوب التاسيس. طب يعني ايه برضو؟ ما انا عايز افهم يعني ايه. طيب بص تعالى نفهم يعني ايه دلوقتي. انت عشان تعمل القاعدة بتاعتك المفروض ان انت مثلا حفرت عمق معين اللي هو عمق الدبس فاونديشن. العمق ده المفروض ان هو ايه؟ الدبس فاونديشن. حفرت وبعد كده نفذت القاعدة بتاعتك، المفروض بقى ان العمود مثلا مكمل كده لفوق. وبعد ما نفذت القاعدة القاعدة بتاعتك، رحت ايه والعمود والكلام ده، قمت رايح رادم. لو انت ما عندكش بدروم او ما عندكش جراج بتردم، يعني بترجع تردم تاني بتربة. فدلوقتي التربة بتاعتك هنا عند منسوب التأسيس او القاعدة بتاعتك شايلة ايه؟ قال لك شايلة حمل من العمود، شايلة العمود اللي فوق راسها، وشايله كمان وزن التربه اللي انت لسه حاططها. يبقى اذا التربه شايله حاجتين، خلينا بالبلدي كده نشرحها بالبلدي خالص. التربه او القاعده بتاعتك شايله حاجتين، العمود والتربه، شايله عمود وردم، خلينا نسميها ردم. مجموع الحاجتين دول هو الاجهاد الاقصى. يعني التربه عند منسوب التاسيس، التربه هنا بتقدر تشيل مثلا سي 10، ده الاجهاد الاقصى 10، وسي برضو ان العمود 7.5 والردم كان 2.5 مثلا، مثال بس بسيط جدا، ده الاجهاد الاقصى اللي التربه تقدر تشيله عند منسوب التاسيس. مثلا 10، 7.5 جايين من العمود و2.5 جايين من ايه؟ من الردم.
فالجماعه بتوع السويل قالوا لك بص ما تقرفنيش بقى بوزن الردم. يعني ايه ما اعرفكش بوزن الردم؟ قال لي يا عم انا بصمم قاعده دلوقتي على حمل عمود، فانا عاوز اعرف القاعده تقدر تشيل حمل عمود كام؟ ماليش دعوه انا بالردم. فقال لك خلاص ناخد ترم جديد اسمه النت التيميت بيرنج كاباسيتي او كيو التيميت نت. ده عباره عن ايه؟ قال لك مش انت لسه بتقول لي ان التربه بتقدر تشيل عند منسوب التاسيس بتقدر تشيل حاجتين، وزن الردم والعمود؟ اه. وانت بتقول لي ان هي بتقدر تشيل 10 7 ونص عمود و2 ونص ردم؟ اه. قال لك بص انا عايز بتوع العمود بس 7 ونص دول، هاخد انا ال7 ونص دول اللي هم بتوع العمود بس واسميهم كيو التيميت نت، نت صافي. فيقول لك ده الاجهاد الاقصى الصافي الذي يمكن للتربه ان تتحمله عند منسوب التاسيس. يعني ايه صافي؟ بالبلدي كده لو عايز تكتبها ورايا الصافي دي معناها يعني ان التربه تقدر تشيل غير الصافي ده وزن ردم. يبقى اذا المثال اللي احنا ضاربينه الكيو التيميت ب 10 ردم وعمود، انما الكيو التيميت نت 7 ونص اللي هو الاجهاد اللي جاي من العمود بس، عشان كده بسميه صافي. تمام، حلو قوي. طب ونقطة رقم 3، قال لك احنا لغاية دلوقتي ما خدناش لسه معاملات امان. بس الاول قبل ما ندخل الاول في رقم 3، انا عايز اعرفك المعادلة اللي تحسب بيها الكيو التيميت نت. المفروض دلوقتي انك عرفت تحسب ازاي كيو التيميت نت، مش انا لسه قايل لك ان الكيو التيميت ب 10 والكيو التيميت نت ب 7 ونص والجاما ديبس فاونديشن مثلا ب 2 ونص. يبقى انا لو عاوز احسب الكيو التيميت نت اللي هو الاجهاد اللي جاي من العمود بس، هيبقى الكيو التيميت اللي هو الاجهاد الكلي الاقصى ناقص وزن الردم. منطقيه جدا. يبقى انا كده جبت نصيب العمود، خدت الكلي نقصت منه وزن الردم. وزن الردم ده ايه؟ وزن عمود تربه قامه في ديبسو فاونديشن. يبقى انا جبت الكيو التيميت، طرحت منها وزن الردم، جبت الاجهاد الاقصى الصافي اللي جه لي من العمود. تمام، دول كده اول تعريفين. التعريف الثالث خلاص بقى الدنيا بقت سهله خالص، بيقول لك بس تعال ناخد معامل امان. فقال لك بدل ما هي كيو التيميت نت سماها كيو اللوبل نت. ايه الكيو اللوبل نت ديت؟ قال لك هو برضو الاجهاد الصافي بس الامن، الاجهاد الصافي الامن المسموح بيه، مسموح بيه وامن، يبقى انا خدت معامل امان. فبقت الكيو اللوبل نت عباره عن كيو التيميت نت مقسومه على فاكتور اوف سيفتي. جميل قوي. طب اخر ترم بقى حاجه اسمها الكيو اللوبل. الكيو اللوبل رجع تاني عايز يعرف الاجهاد الكلي بس الامن، عايز يرجع يعرف برضه الاجهاد الكلي اللي هو وزن ردم وعمود بس امن. قال لك خلاص مش انت الكيو اللوبل نت ده اللي هو نصيب القاعده من العمود بس، ما ترجع تزود عليها وزن الردم. يبقى انت جبت الكيو اللوبل اللي هو الكلي الامن. يبقى اذا بمنتهى البساطه الكيو التيميت والكيو اللوبل ده الاجهاد الكلي وزن ردم وعمود بس، الالتيميت ما فيهوش اي معاملات امان، الالوبل فيه معاملات امان. بمجرد ما دخل لك كلمه نت يبقى انا كده بقول لك انا عايز اعرف التربه تشيل قد ايه من العمود بس، صافي العمود بس مش عايز وزن الردم. يبقى تطرح وزن الردم والفرق كله برضو ان ده بدون معاملات امان، انما الالاوبل بيبقى بيه معاملات امان. تمام. انا كانت عندي الحقيقه تركه كده في الموضوع ده او ملحوظه، بس هقولها السكشن الجاي لو حد فكرني هقولها لكم، لان انا لو قلتها دلوقتي انا حاسس ان انتوا هتتلخبطوا. انا اتمنى تكون سامعني، مش عارف انا شغال ولا لا، حد يرد عليا بس ياكد عليا ان احنا شغالين. يعني الصوت واضح. واضح. تمام، الصوت واضح. تمام. فانا عندي بس ملحوظه في السكشن الجاي فكرني اقولها لك. قول لي انت كنت قايل عايز تقول ملحوظه في التعريفات بتاعه قدره تحمل التربه،
السكشن الجاي هقول لك الملحوظة دي عشان بس ما تتلخبطش دلوقتي. دول 4 تعريفات ايه بخصوص قدرة تحمل التربة، لازم تبقى فاهم الفرق ما بينهم. طيب اخر حاجة وندخل بعد كده على المثال بتاعنا. لو انا عندي الاساس بتاعي او القاعدة بتاعتي بترتكز على عدد من الطبقات، يعني في تتابع طبقات، دي طبقة رقم 1 ودي طبقة رقم 2 ودي طبقة رقم 3، وكل طبقة ليها خواصها، ليها الجاما بتاعتها والسي بتاعتها والفاي بتاعتها. المعادلة بتاعت القود المصري اللي فاتت دي بتحسب قدرة تحمل التربة لو القاعدة بترتكز على طبقة واحدة، لكن في حالة وجود عدد وتتابع من الطبقات المختلفة بنعمل كده قصة صغيرة نتحايل بيها على المعادلة بتاعت القود المصري. ايه هي بقى؟ بص، أول حاجة بيقول لك تخيل كده إن الطبقة رقم 1 دي هي اللي موجودة وبتمتد لما لا نهاية، يعني انسى خالص إن في أصلا طبقة 2 وطبقة 3، انساهم خالص. واحسب الكيو ألتيميت نت واحد عادي خالص. معادلة الكود المصري معاك، هات بس البارامترز اللي فيها وعوض في المعادلة هتطلع لك كيو ألتيميت نت، دي هنسميها كيو ألتيميت نت واحد للطبقة رقم 1. رقم 2 قال لك هنوزع الإجهادات بميل 2 لواحد اللي هو الابروكسيميت ستريس ديستريبيوشن، التوزيع الايه؟ التقريبي للستريسز. لو تفتكر زمان في السويل ميكانكس كان بيقول لك ممكن توزع الاحمال بطريقه تقريبيه، او الاجهادات بتنزل في التربه ممكن توزعها كده بطريقه تقريبيه بميل 2 ناقص الواحد افق. يبقى احنا كده وزعنا الاجهادات اللي جايه من القاعده على التربه بميل 2 لواحد، تمام. طيب رقم 2 او الخطوه اللي بعدها قال لك هنيجي هنا عند سطح الطبقة رقم 2، مش دي سطح الطبقة رقم 2؟ ده اهي دي الطبقة رقم 2 اهي، هنيجي عند سطحها اللي هو المنسوب ده اللي هو السطح الفاصل بين طبقة 1 و2، ونفرض ان هنا في قاعدة تخيلية. القاعدة التخيلية ديت هتبقى ابعادها كام في كام؟ لو القاعدة الأصلية اللي فوق كانت ابعادها L في V وانت شغال بميل 2 لواحد، هتلاقي ان الابعاد بتاعت القاعدة التخيلية اللي تحت L زائد H واحد، ده الطول، والعرض هيبقى B زائد H واحد. المفروض ان الكلام دوت انت خدته قبل كده في السويل ميكانيكس وبتعرف توزع الاجهادات بميل 2 لواحد، لو حد عنده مشكلة يقول، بس انا بقول لك بصفة عامة الطول هيبقى L زائد H واحد لأن أنت وزعت ميل 2 لواحد، والعرض هيبقى B زائد H واحد. طيب شايف بقى القاعدة التخيلية الجديدة دي اللي أبعادها أنت لسه جايبها؟ هتفرض بقى، هتنسى خالص الطبقة رقم 1 وتنسى خالص الطبقة رقم 3 وتجيب Q ألتيميت 2 للطبقة رقم 2، تمام. طب وبعدين يا باشمهندس، ده انا اصلا منسوب ارتكاز القاعده او منسوب التاسيس هنا مش تحت كده. فقال لك طيب بص، هنعمل حركه صغيره ننقل بيها الكيو التيميت نت، الكيو التيميت نت 2 اللي هو اللي انت حاسبه من هنا، ننقله عند منسوب التاسيس الاصلي. يعني تاني بالراحه، دلوقتي انا جيت عند سطح الطبقة رقم 2 اللي هو هنا اهو، جبت أبعاد قاعدة تخيلية وجبت قدرة تحمل تربة بمعادلة الكود المصري سميتها كيو ألتيميت نت 2. قلت لي بس ثانية واحدة، القاعدة التخيلية بتاعتك دي ما تلزمنيش، أنا عاوز القاعدة الأصلية اللي فوق. قلت لك خلاص مفيش مشكلة، أنا هنقل لك الإجهاد بتاعك او قدره التحمل، ما قدره التحمل ده اجهاد، هنقل لك الاجهاد بتاعك اللي انت لسه حاسبه من المنسوب التخيلي ده للمنسوب الاصلي فوق. تنقله ازاي؟ قال لك هضرب الاجهاد
في المساحة دي اجهاد في مساحة يديني حمل مركز، جميل، وارجع اقسم الحمل المركز ده على المساحة الأصلية اللي فوق، يبقى انا ركزت وقسمت على مساحة، يبقى انا رجعته تاني الاجهاد، بس رجعته الاجهاد فوق. فتلاقي بيقول لك بنحسب كيو التيمت نت ستار، بجيب الكيو التيمت نت 2 واضربها في مساحة القاعدة التخيلية عشان احولها لحمل، وارجع اقسمها على مساحة القاعدة الأصلية فوق عشان ارجعها تاني الاجهاد فوق. يبقى بالبلدي خالص، حسبت قدرة التحمل عند سطح طبقة رقم 2، ورجعت ايه؟ رجعت جبت المناظر ليها فوق عند منسوب التأسيس الأصلي. حد عنده مشكلة في الخطوة دي؟ تمام، السكوت علامة الرضا. طيب الخطوة اللي بعد كده نفس الكلام هتعمله كمان مرة بالنسبة للطبقة رقم 3. هتيجي عند سطح الطبقة رقم 3، تفرض قاعدة تخيلية أبعادها تبقى عبارة عن L زائد ال H2 اللي هو البعد ده كله في B زائد ال H2، تجيب لها قدرة تحمل التربة بمعدل الوقود المصري، وترجع تقول لي يا ريس ده دي قاعدة تخيلية ما تلزمنيش، أنا عايز القاعدة الأصلية اللي فوق. فأقول لك خلاص انقل الإجهاد من هنا لفوق، يبقى تضرب الإجهاد في مساحة القاعدة رقم 3 التخيلية وتقسم على مساحة القاعدة الأصلية. كده بقى معايا ثلاث قيم كيو ألتيميت نت، كيو ألتيميت نت 1 وكيو ألتيميت نت 2 وكيو ألتيميت نت 3. نعمل ايه بقى؟ قال لك ناخد القيمة الأقل منهم، وبعد ما ناخد القيمة الأقل منهم نقسمها على فاكتور اوف سيفتي، أبقى جبت ايه؟ الكيو الاوبل نت. تعالى بقى ندخل على المثال. دي كده كانت مقدمة عن موضوع قدرة تحمل التربة، وأصلا الموضوع دوت هو أرزل الموضوع في الإيه؟ في السيكشن كله، هو ثلاث مواضيع زي ما أنا قلت لك، ده أول موضوع بس هو ده أصلا كان أطول موضوع. تعالى بقى نشوف المسألة، المسألة سهلة وبسيطة، المسألة أصلا بتاع السيكشن سهلة. بس هو السيكشن فكرته إن أنا براجع معاك أصلا يعني إيه قدرة تحمل، ويعني إيه بيرميابيليتي والكلام ده كله. لكن المسألة التعويض فيها سهلة أوي. المسألة ديت موجودة عندك في الشيت، هي المسألة رقم 3. بيقول لك عندي قاعدة مربعة عليها حمل 100 طن، منسوب التأسيس 1.5 متر، عايزك تحسب الـ required dimension، عايزك تحسب أبعاد القاعدة دي علشان أو تكون شغال بمعامل أمان 3. فاكر الفاكتور اوف سيفتي اللي احنا لسه بنقسم عليه من شوية؟ قال لك خده 3، ودي طبقات التربه بتاعتك ساند وكلي. قال له طب ما انا كده عندي تتابع في الطبقات، يبقى انت كده هتشتغل بالايه؟ بنفس الشغل بتاع السلايد اللي فات بالظبط. طيب لو انت تلاحظ زمان في المعادله بتاعت قدره تحمل التربه كان الترم بي موجود، اللي هو الاخر ترم خالص كان فيه بي اللي هو عرض الاساس، مش المعادله كيو التيمت دي كانت سي ان سي لاندا سي زائد كيو ان كيو لاندا كيو زائد جاما ستار في بي في الان جاما لاندا جاما. فانت اصلا عشان تجيب قدره تحمل اصلا محتاج اصلا ابعاد القاعده، وهي المطلوبه في المساله. فقال لك خلاص نفرض كده في الاول ان ابعاد القاعده هي قاعده مربعه، نفرض كده في الاول ان ابعاد القاعده 1 متر في 1 متر. تمام، هنعمل ايه بقى؟ زي ما انا قلت لك في السلايد اللي فاتت، دي الطبقه الاولانيه اللي هي الساند اهي، هنروح نحسب الكيو التيمت نت 1. مش عارف الماوس عمال يلعب ازاي، اهو وقف. هنروح نحسب الكيو التيمت نت 1 هنا، والطبقه الكلي هنحسب لها كيو التيمت نت عند سطحها هنا، ونرجع بالراجع نطلعها لفوق ونجيب المناظر ليها فوق، وبعد كده ناخد الاقل وهو ده اللي نعتمده في الشغل. تعالى بقى نشوف التعويض، مفيش اسهل ما يمكن التعويض. تعالى كده نبص، اول حاجه بالنسبه لطبقه الساند
المعادلة معلش عشان مش أنا اللي كاتب خطوات المسألة ديت، بس أنا بقول لك لما تيجي تحل في الامتحان أو ما تيجي تحل في السكشن افرد الأول المعادلة دي، افردها كده اكتبها في الورقة، اكتب الأول كيو ألتيميت بيساوي سي إن سي لاندا سي زائد كيو إن كيو لاندا كيو زائد جاما ستار بي إن جاما لاندا جاما، وخد بقى المعادلة كده من الأول للآخر، هات حاجة حاجة. فتعالى مثلا بالنسبة للرمل اللي هي أول طبقة، السي بتاعتها بكام؟ السي بصفر، السي بصفر. اه ما هو مديني فاي بس، يبقى خلاص يبقى الترم ده كله راح، ما يلزمنيش. ما تتعبش نفسك بقى لا تجيب الان سي ولا اللندا سي اصلا، ما يلزمونيش. طب تاني حاجة الكيو، عايز اجيب الكيو. الكيو ده تعريفه ايه؟ ده الافكتيف فيرتيكال ستريس عند منسوب التأسيس هنا اهو. اه طب في ميه جوفيه؟ لا مفيش، الحمد لله كويس اترحمت من مشكله الميه. ولا دي منسوب ميه؟ لا اعتقد ده مش منسوب ميه، السهم اللي معمول ده ولا ده منسوب ميه؟ لا ده منسوب تأسيس. لا منسوب ميه، منسوب المساله الاصليه موجود منسوب ميه اهو. خلاص مفيش مشكله، هو بس هنا كان المفروض يكتب جراوند ووتر ليفل ولا حاجه جنب السهم، مفيش مشكله. يبقى انا عاوز احسب الكيو هنا او الافكتيف فيرتيكال ستريس هنا ومنسوب المايه الجوفيه هنا برضو. يبقى انا بتعامل مع التربه اللي فوق منسوب المايه، بتعامل مع جاما ساتوريتد. الجاما ساتوريتد بكام؟ ب 19. يبقى اذا الكيو عباره عن 19 في الارتفاع الواحد ونص، جاما اتش يديني 28 ونص كيلو نيوتن على المتر مربع. جميل. طيب الان كيو بكام؟ قال لك ده الان كيو دي بيرنج كاباسيتي فاكتور، عشان اجيبها محتاج الفاي وادخل الكود المصري او الجداول هتبقى معاك جيفن في الامتحان. طيب الفاي بكام؟ ب 30 درجه اهي. هدخل على الجداول هلاقي ان الان كيوب 18 والان جاما ب 10، وما جبتش الان سي لانها ما تلزمنيش. تمام. طب الجاما ستار، الجاما ستار ابص الاول على منسوب المايه الجوفيه، الاقي ان منسوب المايه الجوفيه هنا الحمد لله دي الحاله السهله، ده التربه اللي تحت الاساس كلها تحت منسوب المايه الجوفيه، يبقى الجاما ستار على طول بجاما سبمرجد 9. مش هدخل بقى في المتوسط الموزون ولا القصه دي، ما هي التربه كلها اصلا واقعه تحت منسوب الميه، يبقى الجاما سبمرجد ب 19 ناقص 10 ب 9. طبعا هي 9 دي المفروض تكتب 9 كيلو نيوتن على المتر مكعب، خلي بالك بقى من الوحدات، يعني اصلا الجاما دي غلط، دي كيلو نيوتن على المتر مكعب مش متر مربع، ودي برضو تكتب جنبها 9 كيلو نيوتن على المتر مكعب، دي كثافة او وحدة وزن، وحدة احجام يعني وزن وحدة حجوم. طيب دي ايه؟ دي الجاما ستار. اخر حاجة بقى اللاندا كيو واللاندا جاما، اللاندا كيو واللاندا جاما دي قاعدة مربعة، انا لسه قايل لك ان لاندا كيو بتساوي اللاندا سي ب 1.3 واللاندا جاما ب 7. عوض بقى في المعادلة عادي خالص، تعويض سهل مباشر، هيديك الكيو التيميت ب 729.9 كيلو نيوتن على متر مربع. ده الكيو التيميت. انا عاوز النت، عاوز الصافي، يبقى اطرح منه وزن الردم. وزن الردم ده اللي هو الكيو، مش الكيو ده كان الافكتيف فيرتيكال ستريس، يعني وزن عمود التربه عند منسوب التاسيس، ما هو ده وزن الردم اللي هو وزن الردم ده. خلاص يبقى الكيو التيمت اللي انت لسه حاسبها اطرح منها على طول الكيو اللي هي انت حاسبها اصلا في اول خطوه، يديك 701.4 كيلو نيوتن على متر مربع، تقسم على معامل الامان اللي هو طلبه منك في المساله اللي هو 3، يديك كيو الاوبل نت ب 233.8، وتقف وتقول للساند شكرا كده انا خلصت مساله الساند. تعال نخش بقى على مساله الكلي الطبقه الثانيه. هنفرض قاعدة تخيلية عند سطح الطبقة التانية اللي هي الكلي. أبعاد القاعدة التخيلية دي إيه؟ القاعدة المربعة فوق كانت 1 في 1، والإتش بتاعتك أهي ب1، يبقى القاعدة بتاعت أو أبعاد القاعدة التخيلية تحت هيبقى الطول 1 متر زائد 1 متر، والعرض 1 متر زائد 1 متر، يبقى 2 في 2. الابعاد دي جت منين؟ زي ما انا قلت لك انك وزعت الاجهادات بالطريقه التقريبيه بميل 2 ناقص الواحد افقي، فتلاقي ان الواحد متر اللي هو العرض ده
بيزيد نص متر من الشمال ونص متر من اليمين يبقى 2 متر، ونفس الكلام بالنسبة للطول يبقى 2 متر في 2 متر. دي أبعاد القاعدة التخيلية. ونعمل نفس الكلام بقى، الكلام بيتكرر وسهل أصلا وعبيط. تعالى كده معادلة الكود المصري إيه؟ افردها الأول في أول حلك للمسألة، ونجيب حاجة حاجة بالراحة. السي بكام؟ السي ب 25 كيلو نيوتن بير متر سكوير، أهي ماشي سهل. طيب الإن سي، قال لك الإن سي ده بيرنج كاباسيتي فاكتور، عشان تجيبه عاوز الانترنال انجل فريكشن اللي هي فاي، والفاي بصفر، ادي يا عم الفاي هي بصفر. دخلت على جداول الكود المصري جبت الان سي والان كيو، ولو تفتكر انا قايل لك زمان ملحوظه ان الان جاما هتصفر من الجداول هتلاقيها بصفر، يبقى الترم ده برضو ما يلزمنيش. تمام، يتبقى لك الكيو. الكيو رايز تجيبها ازاي؟ قال لك الكيو ده الافكتيف فيرتيكال ستريس لغايه منسوب التاسيس، اللي هو المره دي بقى فين؟ اهو دي القاعده التخيليه، ده منسوب التاسيس بالنسبه لك دلوقتي. يبقى 1.5 في ال 19 لان انت فوق منسوب الميه، زائد 9 جاما سبميرجد بقى لان انت نزلت تحت منسوب الميه في الواحد. يبقى 19 في 1.5 زائد 9 في الواحد، كده انا جبت الايفكت فيرتيكال ستريس او الكيو عند منسوب التاسيس اللي تحت اللي هو التخيلي. طلعت الكيو ب 37.5. طيب اخر حاجه معاملات الشكل، دي برضو قاعده مربعه، يبقى اللاندا سي بيساوي اللاندا كيو بيساوي 1.3، واللاندا جاما ما تلزمنيش لان انا اصلا لغيت الترم ده. اعوض تعويض مباشر، هلاقي ان الكيو التيميت ب 211.25 كيلو نيوتن على المتر مربع. اطرح منها الكيو اللي هي ب 37.5 اللي هو وزن الردم، جبت كيو التيميت نت، اقسمها على الفاكتور اوف سيفتي ب 3 هيديني كيو الاوابل نت. هو ده الكيو الاوابل نت 2؟ اقول لك لا استنى، ده عند منسوب التاسيس التخيلي تحت، انا عايز انقل بقى الاستريس ده لفوق. نعمل ايه؟ تجيب الاستريس ده تضربه في ابعاد القاعده التخيليه اللي تحت 2 في 2، وتقسم على ابعاد القاعده الاصليه اللي فوق اللي هي 1 في 1، يديك 231.68 كيلو نيوتن على متر مربع. بس خلاص انا كده مسالتي خلصت. هروح اقول بقى اذا الكيو الاوبل نت هو الاقل من الحالتين، حاله الرمل كان الرقم ده وحاله الكلاي كان الرقم ده. مين الاقل؟ هو الرقم ده ولا الاقل؟ ال 231.68. فقال لك اذا المساحه المطلوبه بيساوي بي كولن على كيو الاوبل نت. البي كولن كان جيفن في المساله ب 100 وكان جيفن وركينج، خلي بالك انت بتعوض هنا وركينج. والكيو الاوبل نت كان 231 بالكيلو نيوتن على المتر مربع، يبقى 23.1 بالطن على المتر مربع. انا بس هنا دي تحويله وحدات عشان ال 100 دي بالطن، فحطيت لك الاستريس ده بالطن، قسمت ال 100 على 23 وشويه، اداني مساحه دي قاعده مربعه، خدت جذر للمساحه طلعت لي ابعاد القاعده 2.1 في 2.1. تمام. طيب السؤال، هل المساحه ديت هي المساحه اللي احنا نعتمدها؟ قال لك لا، انت حسابات قدرة تحمل التربة اللي انت لسه عاملها من شوية كانت بتعتمد على فرض، انت فرضه من الاول ان طول وعرض القاعدة الاصلية متر في متر. الفرض اللي انت فرضته ده هو اللي جاب لك قدرة تحمل ب 23.168 طن على المتر مربع. دلوقتي انت اخترت ابعاد جديدة للقاعدة، ما تعرفش هي صح ولا غلط. فقال لك لو انت عايز تمشي المسألة صح، المفروض انك تعيد الحسابات تاني بانك تحل نفس المسألة تاني بس ابعاد القاعدة الاصلية 2.1 في 2.1، وتحسب لها كيو الاوبل نت جديدة، وتحسب ابعاد جديدة. هتلاقي الابعاد اللي اتحسبت الجديدة دي في الغالب مثلا طلعت 3 في 3. قال لا، احنا هنفضل بقى كده نقعد كل شوية نحل مسألة؟ قال لك هتقعد تحل عدد من دورات الحل لغايه ما تلاقي ان الابعاد المحسوبه في الاخر
هي اقل من الابعاد المفروضه في الاول. يعني ايه؟ يعني مثلا هضرب معاك مثال، انت خدت القاعده اللي هي 2 1 في 2 1 من 10، حليت المساله تاني من الاول للاخر، طلعت لك 3 في 3. تاخد ال 3 في 3 تحل بيها المساله تاني. طبعا يا جماعه دي مش مساله امتحان، انا بكلمك في فلسفه حل، يعني مساله امتحان طبعا مش هتيجي كده. تاخد المساله اللي هي 3 في 3 دي تحلها تاني، تلاقي ان الابعاد اللي طلعت في الاخر طلعت 2 و9 من 10 مثلا، في 2 و9 من 10، تقول بس ستوب كده، انا خلصت المساله خلاص بعد 3 دورات حل، وابعاد القاعده الاصليه 3 في 3 دي. بس كده ايه، ملحوظه لو انت حابب تجرب فيها، جرب جرب في البيت كده، حل نفس المساله بس القاعده الاصليه بتاعتك 2.1 في 2.1، وشوف واستغرب كده ايه اللي هيحصل في الكيو قال ابو النت. شوف قدرة تحمل التربة هتقل ولا هتزيد. احنا حسبناها مرة ايه، لقيناها 23.168 على ابعاد 1 في 1. جرب كده حل على ابعاد 2.1 في 2.1 وشوف قدرة تحمل التربة اللي هي الكيو قال ابو النت هتزيد ولا تقل، واحسب ابعاد، شوف كده الدنيا هتمشي ازاي. تمام؟ حد عنده أي أسئلة في الجزء اللي فات ده؟ تمام. أنا أتمنى بس الناس تبقى يعني يكون السكوت علامة الرضا بجد، وما يبقاش فيه أي أسئلة. لو حد عنده أسئلة يسأل، ومفيش برضو مشكلة لو احنا خلصنا السكشن وحد عايز يبعت لي سؤال يبعته ونجاوب عليه السكشن الجاي او لما نتقابل. يعني هي برضو ناخد يعني ريست دقيقة او دقيقتين كده يعني قبل ما ادخل في الموضوع الجديد. يعني عايزكم تتعودوا برضو ان انتوا تجربوا وتحلوا في الشيت، او تحل الشيت، او تحل المسائل اللي انا بقولها لك ديت بعد السكشن على طول قبل السكشن الجاي، بحيث ان انت لو عندك مسائل وقفت معاك تبعت لي رقمها قبل السكشن الجاي، عشان السكشن الجاي اتعرض لها معاك واشرحها لك. دي نقطة بس انا حبيت اقولها، ان خليك ماشي معايا اول باول، وخلي بالك شتات الاساس زي ما انا قلت لك في الاول كتير، فما تراكمش على نفسك، خليك ماشي معايا خطوة بخطوة، وانا في اخر السكشن هقول لك ايه المطلوب منك تذاكره او تعمل ايه، مفيش مشكلة. كل سيكشن كده هقول لك في اخر السيكشن هقول لك تحل ايه وتعمل ايه عشان تبقى غطيت وذاكرت السيكشن ده. تعالى بقى على تاني موضوع، هامات الخوازيق. هامه الخوازيق ديت اللي هي البايل كاب، المفروض ان هي كتله خرسانيه مسلحه بتربط العمود بتاع المنشأ بمجموعه الخوازيق بتاعتك. يعني انا دلوقتي وجدت ان انا المنشأ بتاعي مثلا طبقات التربه السطحيه القريبه من السطح الطبيعي للارض، طبقات التربه دي كانت ضعيفه، فاضطريت استخدم خوازيق عشان انقل الاحمال. استنى الاذان يا شباب، ممكن ادي ريست دقيقتين كده لغايه ما الاذان يخلص، اللي عايز يشرب حاجه او يعمل اي حاجه.